السلام عليكم اخوتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المجد الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. اليوم بدي احكي عن بطل من لبنان، عن يوسف بيك كرم. بيو اسمه بطرس وامه اسمها مريم. ما في شيء عند الله صدفه، حتى تكون امه اسمها مريم. هو اللي حب امنا مريم العذراء كثير، ولد باهدم بايار 1823. كان بيته وبيت اجداده مزار للملوك والامراء. زاروا الأمير فخر الدين وابن ملك فرنسا لويس وإبراهيم باشا والكثير من الأمراء والملوك. كان يحب لبنان كثير، كان يحب أمنا مريم العذراء كثير، وكان بطل بكل معنى الكلمة. بيعرف اللغة الفرنسية والسريانية والإيطالية، تعلم الفروسية والسيف وإطلاق الرصاص وفنون القتال الجسدية. كانت أول معركة لإله سنة 1842. كان قائد فرقة صغيرة وربح فيها على عسكر والي طرابلس، وكان عمره 19 سنة. وانتصار وراء انتصار صار بطل لبنان وزعيم كبير، رفع لواء الاستقلال، استقلال لبنان. كان يصلي كل يوم ويصلي المسبحة، وكان يحمل دائما زخيرة عود الصليب المقدس. كان يحب العذراء كثير، وكانت راية جنوده هي أيقونة أمنا مريم العذراء. بسنة 1845 قام جيش الاحتلال العثماني وقرر انه ينزع السلاح من ايد الشعب، والشعب اللبناني كان مشهور انه يحب يضل عنده سلاح يدافع فيه عن ارضه، خاصة بمنطقة الشمال اللي قرر الجيش العثماني انه ياخذ كل السلاح اللي بايدين الاهالي. تصدى لهم بطل لبنان يوسف كرم بكل شجاعة. كانوا 6000 جندي وكان معه فرقة صغيرة، هزمهم بقوة أمنا مريم العذراء وأخذ سلاحهم وكمية كبيرة من الزخائر وردهم لعند المسؤول تبعهم. وضعت الدولة العثمانية مكافأة لمين بيأتي بكرم حي أو ميت. فلما عرف يوسف كرم أنه حاطين جائزة مالية كتير كبيرة، نزل شخصيا بكل شجاعة على طرابلس ودخل على مقر القائد العثماني وسط ذهول هيدا القائد والعسكر تحت. وقف قدام المحتل العثماني القائد المسؤول عن المنطقة وقال له: أنا يوسف فيك كرم، عرفت أنه حطيت وحطت دولتكم العثمانية مبلغ كتير كبير حتى تأتوا برأسي، حتى تقتلوني أو تجيبوني مأسور لهون. أنا جيت شخصيا سلم حالي، بس على شرط الجائزة بتتوزع للفقرة وللأهالي اللي ما عندهم لا طحين ولا أكل. وقف الوالي العثماني وأعجب بشجاعته، قال له: أنت جاي شخصيا لهون؟ قال له: أنا كرمال شعبي وكرمال فقراء مستعد أنه استشهد بس يبقى شعبي ويبقى لبنان. عفى عنه وخلاه أنه يفل وأعطاه هدية وقال له: هيك بتكون قادة الشعوب. أخوتي، يوسف كرم كان يحب كتير الكنيسة، كان يحب كتير الكهنة، وكان يمنع حدا يهين الكنيسة أو الكهنة. وكان وقت اللي يكون في خطر على لبنان هو يجمع السلاح ويجمع الشباب حتى يدافعوا أول شيء عن الكنيسة وبعدين عن الكهنة والشعب. بيوم أخوتي من الأيام بـ8 كانون أول عام 1845 أسس أخوية الحبل بلا دنس. شوفوا من أي سنة، 1845 أسس أخوية الحبل بلا دنس، اهتم بكل شيء ومنع دخول أي حدا على الكنيسة بطريقة غير لائقة، لأنه من زمان كان في ناس تجي، ممكن بكوات، ممكن ناس مش من المنطقة وتفوت بطريقة غلط أو بالأحسن على الكنيسة. منعها كلياتها، حط حراس على الكنيسة. وشوفوا بشو اهتم، اهتم بلباس الحشمة للنساء والرجال، ممنوع حدا يفوت بطريقة غير مضبوطة على الكنيسة. وكمان أسس الكشاف اللبناني عام 1849، عين مأمور للنفوس، وكان بوقتها كمان حاكم منطقة اهدن سنة 1860، وصار هو قائم مقامية المسيحيين بجبل لبنان. أخوتي، يوسف كرم البطل اللبناني العظيم كان يرفض انه يقولوا له: انت قائم مقامية المسؤول عن النصارى، يقول لهم: نحن مسيحيين، اسمنا على اسم ربنا يسوع المسيح. كان عطول يتشارع مع العثماني حول الفرق بين كلمة النصارى وبين كلمة المسيحيين، وما كان عنده خوف أبداً أنه هيدا المحتل رح يعمل له شيء، لأنه كان يقول: أنا حياتي كلها بين إيدين ربنا يسوع وبحماية أمنا مريم العذراء. نعم، يوسف كرم
كان يقول حياتي كلها هي بين ايدين الرب يسوع، انا بحماية ابنة مريم، ليش بدي خاف من هنيك واحد عثماني جاي من بلاد نحن اصلا لم نعرفها ولا بتعرف عنا شيء؟ هون التراب تبعنا هو مؤمن، التراب تبعنا هو مسيحي. هيدي المنطقة كلياتها اللي يوسف ذكرم كان يحبها وكان يدافع عنها وكان يقول لهم لبنان كلياته هو بالنسبة لي بقلبي مثل ما أهدن هي بقلبي. بعام 1857 وكلوا الأهالي لحتى يصير حاكم للمنطقة بصلاحيات مطلقة، وهيدي كتير قليل ما كانت تصير لحدا تقريبا أنه يعطوه صلاحيات مطلقة. شو الصلاحيات المطلقة اللي عبقول عنها أنه قليل وما كانت تصير ويمكن الوحيد يوسف كرم اللي حصل عليها؟ شو هي هاي الصلاحيات؟ أنه يكون حاكم بصلاحيات إدارية، قضائية، عسكرية، حتى دينية، وهي ما بعمرها ما صارت مع حدا. يعني عم ياخذ كل شيء، العسكر والقضاء والامور الدينيه اللي هو كان اخذها على عاتقه وكان يدافع عنها. بعام 1862 رفض نظام المتصرفيه اللي فرضوه الدول الاوروبيه والسلطنه العثمانيه اللي تجمعوا سوا حتى يثبتوا حاكم جبل لبنان بايد واحد اجنبي. رفضها رفض مطلق وقال الحكم بيكون بايد اللبناني بس، وكان ساعتها عم يرفض مش للحكم العثماني، حتى للحكم الاوروبي اللي كانوا مؤيدين الحكم العثماني، ومن البلجيكيه اللي جابوا جيش كمان وحاربهم يوسف بيك كرم. رفض يكون في حاكم اجنبي، شوف من اي سنين عم نحكي، رفض يوسف بيك كرم انه يكون عندنا حاكم اجنبي. خاض عده معارك. بشباط 1866 وافق يوسف بيك كرم مرغم على انه ينفى لتاني مرة، بعد ما أول مرة لما رفض قالوا له لكن بتفل، قال لهم إيه، رجع لقى حاله أنه ليش بده يفل بأمر من أجنبي، بقي هون. بس لما الحصار كتير تطور وصار في خطر مش بس على حاله، الخطر صار على سكان المنطقة كلياتها، الخطر صار على أهدن، على لبنان كله، بدهم يعملوا كم مذابح بالعالم. فقال لهم لا، ما حدا بيموت، لبنان صار بيعرفوه الناس، صار أهالي لبنان كلياتهم بيعرفوا قديش غالي عليهم الوطن. وقال شيء تاني اخوتي، كل انسان بلبنان، رجل وامرأة، مسن وصغير، كلهم حتى الاطفال صاروا يوسف ذي كرم. كل واحد بلبنان هو يوسف ذي كرم، بطلت انا خايف على لبنان. هيدا كان بعام 1866 قال هالكلمة قبل ما ينطلق ويطلع على منفاه التاني. بدي اقول شغلة كتير مهمة اخوتي، خاض كتير معارك، منها من أشهرها معركة بنشعي ومعارك تانية أخرى، بس بدي أقول أنا شغلة كتير مهمة هون صارت مع يوسف كرم، واللي هي اهتمت فيها هلأ الكنيسة كتير، والكنيسة اليوم بصدد فتح ملف يوسف كرم لجعله قديس. الحادثة هيدي أخوتي قلنا أنه كان يحب العذراء كتير، لما حاصروه الجيش العثماني بأكثر من 6 أو 7 آلاف عسكري طالعين من تحت، هو كان بقلب الوادي عم بحارب ومعه قلة من الشباب، رأيتهم قلنا كانت علم العذراء الحبل بلا دنس، كلنا بنعرف الله يكون تبعيتها، كان مرافق وحاملها وكان كلهم يمشوا وراه وحاملين راية مريم العذراء. تحاصر من كل الميلات، مش عم نحكي بمئات، عم نحكي بألاف الحاقدين، بألاف الأشرار العثمانيين المجرمين حاصروه بالوادي. ركعوا وصلوا يا أم الله، صلوها يا أم الله، السلام عليك يا مريم، مسبحته ما كانت تنزل من إيده. تجي رسالة لما كان قاعد مع الشباب اللي معه المقاتلين اللبنانيين انه قوم مشي وما تخاف، حمل مسبحته وهو وقت حمل بايده راية ابنة مريم العذراء ومشوا بالوادي وقطعوا بين المجرمين الشياطين العثمانيين وما شافوهم، صار في خطيطة قدام العثمانيين وكان ما في شيء قدام يوسف بكرم، طريقه كانت فاتحة وكان عم يشوف كتير منيح، وطلع ووصل على الجبل وعاهد لهون بدون ما يمسهم اي شوكة وبدون ما العثمانيين الشياطين انه يقدروا يشوفوه، ما شافوه، نزلوا قالوا للقائد تبعهم كان نعرف انه يوسف كرم موجود هون، فتنا وما لقيناه. بقدرة وقوة ابنة مريم العذراء يوسف كرم طلع وما صار معه اي شيء ابدا. بمنفي اخوتي لما راح على نابولي بايطاليا ضل عايش هناك، الف كتير مؤلفات بلغات الإيطالية، بالسريانية، بالعربي، بالفرنسي، كان كمان فيلسوف غير أنه كان مؤمن وكان إنسان قديس. مات كمان نابولي، بضواحي نابولي، ب7 نيسان 1889.
ب 12 ايلول وصل جسمينه على صغرته، ومنه انتقل على كنيسه اللي هلا واقفين قدامنا نحن، عندما نحن مارجريس هون باهدن ب 11 ايلول ازيح الستار عام 1932 عن هيدا التمثال اللي هو ليوسف ذي الكرم ب 1932 ب 11 ايلول. هذا التمثال اخوتي لبطل من لبنان. هلا الكنيسه قررت انه تفتح ملفه، يعني يبلشوا بدعوه تطويبه هذا الانسان اللي هو تطوب بقلوب الاهالي القديس قبل ما الكنيسه تفتح هيدا الملف لملف تطويبه. نحن بنعتبر انه يوسف ذي الكرم طوباوي من هلا، الكنيسه عم بتكمل بعملها وان شاء الله بيعلن قديس. هذا الانسان اللي هالقد كان يحب ابنه مريم العذراء والعذراء حبته. بدي اقول شغله بس بنابولي كثير شغله مهمه بايطاليا اخوتي، ما كان عم يتمشى وعم يعمل سياحه بايطاليا، كان لبنان بقلبه. ورح اقول لكم بيقولوا كل مرافقينه اللي هنيك انه كان عنده كابيلا مطرح ما كان قاعد، يعني كنيسه صغيره بقلب مقر اقامته، وكان مسمى مقر اقامته لبنان محل ما قاعد هو، وكان يعرف دائما انه لبنان بقلب الله، لبنان محمي من الله ومن امنه مريم العذراء. وكان ما بدي اقول 8 ساعات او 9 ساعات او اكثر، بس يحكى عن البطل يوسف ذي الكرم هذا الانسان القديس العظيم انه كان اكثريه نهاره يقعدها بصلاه، وعامل مثل الرهبان اللي قاعدين بيصوم معه وبمحل اخوتي متنسكين، يتنسك بقوته بالكابيلا اللي عملها، وكان اكثريه ايامه واكثريه يومه يقعدها عم بيصلي والمسبحه ما كانت تنزل من ايده. هذا هو يوسف ذي الكرم، هذا هو لبنان، هذا بطل من لبنان. ان شاء الله قريبا بصير قديس اخوتي. انا من اهدى اليوم بدي احييكم جميعا، بدي ادعيكم جميعا لتطلعوا وتزوروا كنيسة مارجريس، الفارس العظيم كمان مارجريس اللي على مثاله كان يوسف ذي الكرم. امين.